مكتبة الإسكندرية بتطلق احتفالية العلوم في دورتها 17 تحت عنوان العلوم في مصر القديمة. طبعا فرصة فريدة للجمهور من مختلف الأعمار لاستكشاف الإنجازات العلمية اللي حققها المصريين القدماء في مجالات زي الطب، الهندسة، التحنيط وعلم الفلك. طبعا هذه الاحتفالية جمانة بتشمل ورش عمل تفاعلية وعروض علمية مبهرة، وبتستمر في تقديم تجربة ممتعة وثرية بتربط ما بين الماضي والحاضر. تنظم مكتبة الإسكندرية النسخة 17 من احتفالية العلوم هذا العام تحت شعار العلوم في مصر القديمة، مقدمة رحلة استكشافية عبر الزمن للاحتفاء بإنجازات المصريين القدماء في مختلف المجالات العلمية. تهدف هذه الاحتفالية الثقافية إلى جذب الزوار من جميع الأعمار، خاصة جيل الشباب، لاستكشاف التراث العلمي المصري القديم. يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات مثل ورش العمل التفاعلية والعروض العلمية التي تغطي موضوعات متعددة بدءاً من الطب والهندسة المعمارية المصرية القديمة وصولاً إلى علم التحنيط والصناعات التقليدية. ومن أبرز الفعاليات رحلة تصويرية داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون التي تعد واحدة من أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين. وتستضيف قرية العلوم مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض التفاعلية، ويمكن للزوار تعلم الكتابة الهيروغليفية وصناعة الورق المصري القديم أو الاستماع إلى محاضرات حول الطب والفلك في مصر القديمة. كما تتضمن الفعاليات عروضاً علمية حول موضوعات مثل ملكات مصرية والرحلة والملك أحمس. ومن خلال الأنشطة التفاعلية يتمكن الزوار من تجربة الحياة اليومية للمصريين القدماء والتعرف على الأدوات والأجهزة التي استخدموها في حياتهم اليومية. ويعد أسبوع العلوم في مكتبة الإسكندرية فرصة فريدة للاحتفاء بالإرث العلمي المصري وتشجيع الأجيال الجديدة على مواصلة مسيرة الابتكار.